ابو سلطان مساء الخير، حياك الله في طاوله ارسال. معليش طولت عليك بس لا كان لازم اقول ذا الحكي. صار البرنامج طويل ساعتين، خذ راحتك. احسن مو ممل بس. لا بالعكس شيق، حطوه ثلاث ساعات ما عندنا مانع. هلا ابو سلطان حياك الله. الله يحييك. شكرا، احييكم واحيي المشاهدين الكرام. ماجد انا اثني على كلامك، يعني امس نقاشنا كان كله في اطار المداعبه، وبعدين يعني احنا انا اعتقد ان احنا في عصر الاحتراف، يعني الجماهير السعوديه جزء منها اصبح يتقبل ثقافه انتقالات اللاعبين، والجزء لا زال متمسك بالثقافه القديمه اللي هي ثقافه عدم انتقال اللاعبين. يعني هناك من يقول الانتماع. نعم هناك من يقول يعني من كان يتخيل ياسر القحطاني بينتقل من نادي الهلال، من كان يتخيل سعد الحارثي ينتقل من نادي النصر، من كان يتخيل ايضا مالك معاذ، الان عبده عطيف. يعني احنا في عصر الاحتراف فلا بد ان وقال احمد الفريدي الزمن زمن ماده وزمن مال وليس زمن انتماء. نعم من يدفع اكثر يجد ما يريد. اليوم الموضوع مختلف، وهو يعني كرسي الأمير نايف ولي العهد السعودي الله يحفظه ويرعاه إن شاء الله، وعملية الاستفادة منه هذا الكرسي في عملية يعني التعصب موجود وحاضر بشكل غير عادي. أبو السلطان كيف يمكن لهذا الكرسي ولأي يعني خلني أقول جمعية ولأي ملتقى ولأي سمها ما شئت أنها تساهم في أنه والله رؤساء الأندية من خلالكم يمكن تخفيف التعصب؟ بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. شوف يا ماجد، أول شيء أن هذه خطوة يجب أن يشكر عليها القائمين على كرسي سمو الأمير سيدي الأمير نايف بن عبد العزيز الله يحفظه. طبعا اليوم الشارع السعودي تحديدا بمختلف شرائحه، تكلمت عن الإعلام، تكلمت عن المدرج، تكلمت على منسوبين الأندية، تكلمت عن المواقع الإلكترونية، يجب أن نعترف أن هناك في تعصب، في تشنج، فيه نوع من الـ 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 يعني الاحتكاك اللي استطيع أقول أنه غير محمود والحقيقة هو يعني. ولكن السؤال هل بإمكاني رؤساء الأندية الذين سوف يجتمعون على هذا الملتقى والمنتدى وزي ما تفضلت يعني ممكن يطلق عليه اسم، هل هم يعني الوحيدين اللي ممكن أنهم يغيرون مفهوم التعصب؟ أنا أعتقد أن التعصب يعني اليوم قد يكون رؤساء الأندية ومنسوبيهم يشكلون جزء من خلال التصريح الإعلامية، من خلال تواجدهم في الميادين الرياضية. لكن الحقيقة اللي أنا أقولها من وجهة نظري الشخصية، هذا كلام لي أنا، يعني أنه اليوم ابتلينا في مواقع إلكترونية، ابتلينا بوسائل إعلام، وجدوا منها ناس ضعفاء نفوس لم يوجد لهم المجال من خلال الصحافة المكتوبة أو من خلال المواقع أو القنوات المحترمة، فوجدوا من خلال مواقع اجتماعية والإلكترونية وصحف إلكترونية يخرجون سمومهم لهذا الشباب. وانت تعرف انه احنا عندنا للأمانة ويجب ان نعترف فيها حتى معترف فيها على المستوى الرسمي انه 3/4 الشعب السعودي أو يعني أو 50% هم من فئة الشباب، وقد يكون غالبيتهم بالسن اللي أقل من 18، فبالتالي يتقبل أي شيء يسمعه أو يقرأه. فبالتالي أنا أعتقد أنه هالخطوة ممتازة جيدة، يجب أن يشكر عليها القائمين، ولكن ليست الوحيدة اللي ممكن أنها تقلل. أنا أعتقد أنه في عدة أطراف غير رؤساء الأندية كالإعلام يعني المنتديات، يجب جميعا تكاتف لانه بامانه. بس ابو سلطان اذا سمحت لي، هو عنصر رئيسي رئيس النادي، بدليل يعني حدث قريب، بدليل انه الامير عبد الرحمن بن سعد في مباراه التعاون والهلال لما حاول يهدي جمهوره اتجاه مطرف القحطاني، هذا دليل على ارض الميدان وتحكي عنه كانك تقول امس، لما حاول يهدي جمهوره تفاعلوا شوي الجمهور ويعني تجاوبوا معه إلى حد كبير، يمكن ما تجاوب 2-3 لكن في الغالبية العظمى اللي رجموا تجاوبوا، معناته الرئيس أداته عنصر قوي. تجاوب سلبي اللي راحوا الجزء منهم البيت وتهجموا عليه، أعتقد أنه لا هذا لا أترك اللي راح البيت يعني اللي راح البيت في الخدمة. أنا ما أقدر أشوف يا ماجد عشان ما يعني نختزل الموضوع في تصريح الأمير عبد الرحمن أو يفهم قصدنا. مش تصريح مبادرة إلى تهدئة الجمهور. لا 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 لا، انه يعني تصريحه يعني كاننا نقول ان تصريحه هو من اجج الجماهير على لا هذا. لا انا اقول لك لا تفهم، ادري انك ما قلت، انا اسمعك. انا اقول انه منسوبين الانديه
يعني قد يصعد الأمور وقد يهديها، لكن هل هم الوحيدين اللي مناط فيهم هذا الشيء؟ هم جزء، هم جزء، ولكن ليس الكل. لو كان التعصب كله يصدر من رؤساء الأندية كان ممكن السيطرة عليها، ولكن أنا أعتقد أنه في عدة يعني أشياء هي من تصعد غير رؤساء الأندية وغير منسوبين الأندية. نتفق أنه رؤساء الأندية متى ما كانوا عقلانيين هم ومن يسيطرون عليه من إداريين، من لاعبين، من أجهزة فنية، أجهزة إدارية، نعم سوف يعني يساهمون في نشر الوعي، نعم. ولكن هناك عدة أطراف يجب جميعا أن تتفاعل، نعم. وليش ما كلنا كإعلام، كمواقع، كشباب نعتبر أن كلنا نناقش في كرسي الأمير نايف بن عبد العزيز؟ نعم. إن شاء الله سلطان أيدك واحد. أنا قلت لك يعني أنه في عدة أطراف، أنا أعتقد اللي بيدوني واجد إذا ما خاب ظني، وهذا لا تصير واثق مرة. والله أنا واثق دائما، حتى يمكن لو الإنسان أحيانا يخطئ، ولكن كلنا خطاون. ولكن أنا أقول يا ماجد، أرجع وأقول أنه في عدة أطراف هي من تساعد، لا نختزلها في يعني في رؤساء الأندية أو في الجماهير أو في الإعلام، لكن ليش ما نقول أننا يعني أرجع وأذكر أنه ليش رؤساء الأندية يعني مشكورين. أنا أكرر شكري لمن قام بهذه المبادرة، ولكن أقول ليش ما في مبادرة ذاتية منا كإعلاميين، كجماهير، نضع جميع أنفسنا أن حنا رؤساء أندية، وأننا، لأنه بصراحة التعصب يعني شيء غير محمود، مو بشيء إيجابي نبحث عنه. التعصب شيء يعني يعيدنا إلى الخلف، لا يقدمنا، وهذا ما حصل لرياضتنا بسبب التعصب. لماذا لا نرتقي يا أخي؟ نرتقي برياضتنا، نرتقي ونكرس المفاهيم الحقيقية والمفاهيم السليمة لدى هذا الشباب، إنه لعبة كرة القدم والرياضة بصفة عامة هي للمتعة، هي للتسلية، هي ندعو مثلا الجماهير أنها تروح الثمامة بعد مباراة تنافسية بين النصر والهلال، وإذا الله رزقنا مطر يروحون الثمامة، يروحون طلع عمرك الإدراب، يروحون النساح، يروحون لا لا ترى تكلم جدي بسطة ما نبقى قاعدة. هذه أخذت يعني أخذوها ناس كثير. أنا في تقديري أنه مثل هذه التصاريح ربما تساهم أحيانا في تخفيف التعصب. حتى مثلا الأمير بندر محمد لما في فترات كثيرة ردد في أيام رئاسة مثلا منصور البلوي بأنه اللاعب الخفي، اللاعب الخفي في الاتحاد، أخذت من قبل الإعلاميين في عملية أنه أحيانا شيء لإضافة يعني خفة دم على الخبر، على التصريح، على أمور من كذا، ربما تساهم أحيانا في يعني قلة التعصب. شوف يا ماجد، وانت ابن الإعلام ولا نبي اللي يقولك، لكن شوف هذه من خبرة متواضعة، يعني أنا من خلال عملي في إدارة النصر ولا اللي رابع سنة في الإعلام. شوف أي تصريح، أي تصريح ما فيه إساءة، ما فيه تشنج، ما فيه تعصب، تقبل الجمهور. حتى أنا أقول لك، أنا لما يعني على ذكر الأمير بندر محمد، وهذا الإنسان عزيز على قلبي بغض النظر عن اختلاف الميول، أنا لما قلت الثمامة لما انهزمنا وش قال هو؟ ما قال مثلا أساور شيء، قال والله أبو سلطان عنده يعني أسلوب الدعابة، والثمامة منطقة حلوة، ونبي نطلع حنا ويا الثمامة. ما قال شيء، لكن لو أنها يعني يدري انها فيها تعصب او فيها شيء كان ما تقبلها، كان يمكن يرد بأسوأ، وهو قادر هو. عموما كبير المعدين هذا البرنامج فهد المرزوق عبر هذه الطاولة الإرسالية يقول لكم ويلهامسون القادم للهلال من جديد، كان في الهلال الموسم الماضي واللي قبله، يوقف من قبل الاتحاد القطري لكرة القدم 3 مباريات. طبعا اللاعب كان قد طرد بالبطاقة الحمراء، دار كلام في الصحافة حتى اليوم، وعندنا عنوان من هذا النوع، بأنه ربما يوقف 4 مباريات، أوقف 3. في مش في تقديري، وفقا للنظام لن يستطيع ويلهامسون مشاركة ناديه الجديد القديم الهلال 3 مباريات مقبلة، على اعتبار أنه العقوبة تجي على كرت اللاعب. العقوبة تختلف، البطاقة الصفراء والحمراء اللي تعاقب فيها محليا تختلف على اللي تعاقب فيها بقرار يعني إساءة سلوك، ويجي قرار من الاتحاد القطري لكرة القدم تنتقل معك العقوبة لأنها توضع في كرتك الموجود في الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا. ننتقل للعنوان الجاي بس احنا عندنا عنوان نتكلم عن الموضوع هذا، خلنا نفهم يعني انا اجهل اللعب. لا ابغى افهم يعني الان اللاعب هل هو يعني تحت مظلة الاتحاد السعودي او تحت مظلة الاتحاد القطري عشان يصدر العقوبة؟ هنا السؤال. اليوم ويلهامسون في الرياض، سؤالي
الآن هو تحت مظلة الاتحاد القطري أو تحت مظلة الاتحاد السعودي؟ اللي عندنا اليوم بنناقش موضوع هذا، المعلومات اللي عندنا تقول وهل الحق للاتحاد القطري أن يوقفه بعد ما انتقل للهلال؟ هو انتقل للهلال، لا ترحل، لا ترحل العقوبات، هذا اللي جاء اليوم. أنا لا أستطيع أفتي لأني أجهل المعلومة. هو عموما حتى تكون الصورة واضحة، هو عموما العقوبة تجي على كرت اللاعب، العقوبة تجي على كرت اللاعب، لكن فهد وهو أخبر مني دائما يقول بأنه لا، العقوبة لن تشمل وضعه في الهلال. ما أدري أجل ليش وقف الاتحاد القطري لكرة القدم. السؤال يا ماجد، السؤال الحين نسأل إحنا أحد من منسوبين نادي الهلال أو الاتحاد السعودي، اللاعب الآن تحت مظلة مين؟ أبغى واحد يجاوبني. إذا هو كان تحت جاي هنا أساس سوف ينتقل، لسه ما بعد انتقل، فمن حق الاتحاد القطري أن يوقفه. إذا كان الرجل وقع مخالصة وطلع من كرنيه من الاتحاد القطري وجاء الاتحاد السعودي، أنا أعتقد أنه لا يحق لهم أنهم يصدرون عقوبة بحقه. شوف الخبر والموضوع ماخذينه، وبنخليك تأخذ راحتك، يعني استعجلنا تفصل فيه، لا تخلق الإنسان خلق الإنسان عجولة. لا مش خلق الإنسان عجولة، لا إلا هذا في الدين. أوكي أنا ماني معترض على كذا، أنا معترض على بندر إنه يبغى يمشي للموضوع الجاي، وأنا أبغى أقول إنه لا، إحنا عندنا خبر، الخبر يقول، الخبر الجديد اللي على هذه الطاولة يقول لك الاتحاد القطري لكرة القدم يصدر قرار، هذا جديد مو في الصحافة، من فهد المرزوق، يصدر قرار بإيقاف والهامسون 3 مباريات. أجل إذا شوف الاتحاد القطري يعمل باحترافية، أوكي، إذا أنه الآن أصدرت صباح هذا اليوم، فأنا متأكد أن الكورنيه لا زال لدى الاتحاد القطري، لا زال لدى نادي الأهلي القطري، وأن اللاعب لا زال تحت مظلة الاتحاد القطري، وأنه جاء للهلال على أساس أنه ينتقل، ولكن حتى الآن لم يوقع رسميا في الاتحاد السعودي. أسأل ماجد وش قلت له قبل الهواء، قبل ما نطلع الهواء، ما قلت لك أن الاتحاد القطري ناوي يوقفه؟ يمكن أن نتناقش؟ لا والله ما سمعتها منك. طبعاً مع كل الحب والتقدير والاحترام لأبو حسن اللي هو محمد المسحي المدير عام المنتخبات، أنا أعتقد أنه لم يكن موفق أبداً في هذا التوقيت بطرح مثل هذه الانتقالات، حتى وإن كانت انتقادات يعني فيها تعميم، لكن عملية انتقاد اللاعبين بهذا الشكل، وهو في النهاية هو مدير عام المنتخبات، والمنتخب مقبل على معسكر مهم جداً، مقابلة أمام استراليا لا تقبل أنصاف الحلول. كان يفترض أنه مثل هذه الانتقادات التي تتعلق حول التغذية، حول طريقة النوم، حول هذه كلها أمور معروفة ولا هي جديدة، حتى المسح ما جاب جديد، لكن كنت أتمنى منه كمدير عام منتخبات أنه ما يتحدث بهذه الأسلوب وبهذه الطريقة للرياضية في هذا التوقيت تحديدا. أنت معي ولا ضدي؟ هذا كلام صحيح يا أبو تركي، لكن خليني أنا أقول يعني كويس الريكارد قال، يعني هذه سك براءة اللاعبين النصر، عند الريكارد يقول التدخين والسهر، مدرب النصر اللي يلغي عقده يقول صدمت بمدمنين سهر، فيمكن إن شاء الله اللاعبين النصر في مجلس كبير ما يدخنون ولا يعسلون، يمكن طبيعة المجتمع السعودي. والله شوف بقول لك شيء واحد، لا شوف بقول لك شيء واحد، شوف يقولون الأولين الجد مفرز الحيل، يوم قرتس في الهلال يطبق الاحتراف مضبوط، وأنا قمت بزيارة نادي الهلال بدعوة من أخي وصديقي أحمد الخميس أمين عام نادي الهلال بورشة عمل، لما تطلب من اللاعبين الحضور الساعة 8 صباحا، تمرين الساعة 9 إلى 11 12، بعدين غداء في النادي، بعدين راحة أو تروح ترتاح وتجي في الليل، لما تطبق الاحتراف اللي معمول، أما عملية تمرين الصباح تعال أي وقت الصباح يعني الساعة 6 7 تمرن وبعدين رحلين بعد المغرب، حيجيك اللاعب مواصل. أنا أعتقد أنه إدارات الأندية مع الأجهزة الفنية لو طبقوا ما هو مطلوب من اللاعب زي ما هو باللاعب يطلب منهم حقوقه، يطلب منهم مكافاتهم، يطلب فالعملية عملية مترابطة. أنا يعني أتمنى أنها تتفتح يعني عقليات الأندية ووجهزتها الفنية والإدارية، ويعملون العمل الاحترافي مع اللاعب اللي يجبره على احترام والتزام بعمله، ويشعرون أن هذه ليست لعبة بقدر اليوم ما هي وظيفة زي وظيفة أي مدرس، وظيفة دولة، ممكن يخصم عليك، ممكن أنك تحاسب في التأخير، تجي سهران ممكن ترجع، لو اللاعب إذا جاء سهران أو جاء في وضع غير طبيعي يعني مدخن أو لحد أبعدته وخصمت عليه تأدب الثاني، ولكن عندنا حنا العمل يمشي بمحسوبيات، يمشي بمجاملة، يجب أن تتغير عقليات من يدير الأندية حتى نفرض النظام على اللاعبين، هذا اللي أقوله. جميل،
أبو سلطان، الأستاذ طارق كيال والكابتن السابق في النادي الأهلي بالكرة حاليا، سبق يمكن بعد مرور 4-5 جولات كتبت أخبار في الجرائد، اتصلت فيه أنا قبل البرنامج هذا يمكن كانت في الصباح، فتكلمت معه فقال لي هذه كلها أخبار مغلوطة، في ناس في الصحافة الرياضية الورقية كل ما يمشي الأهلي يقومون يخلقون الأمور كثيرة مختلقة وما هي بصحيحة. تكرر السيناريو لما كتبت أكثر من صحيفة بأن هناك خلاف بين الحوسني والموسى، كيف تعلم؟ والله شوف، أنت ما تقدر تأكد أو تنفي وأنت بعيد، ولكن بصفة عامة هذه ليست مقتصرة على نادي الأهلي فقط، جميع الأندية تتعرض سواء اللي طالع أو اللي نازل. يعني يمكن يعني أقرب مثال، خلينا نعطي مثال خارج النادي الأهلي، عندما حدثت مشكلة الفريدي قالوا أنه مشكلة مع سعد الحارثي، وأخيرا شفنا أنهم يتمرنون ولا ليس لها علاقة. في الحقيقة ليس، يعني وحنا مرينا في التجربة حتى لما كنت في النادي، في بعض الإعلام يكتب مو بشرط انه يحاول ان يعني يوقف مسيره النادي، النادي اللي واثق والانديه الكبار اللي منها النادي الاهلي طبعا لا يتاثر بمعلومه زي هذه اطلاقا او التشويش من خلال الخبر، ولكن اعتقد انه في ناس تحاول ان تبحث عن 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 موا يعني عن ماده او في نفسها شيء الله اعلم. ولكن بكل حال أنا أعتقد أنه هذا ليس مقتصر على نادي عن آخر، ليس النادي الأهلي الوحدة اللي تعرض لمثل هذه الأشياء، جميع الأندية سواء عندنا أو حتى برانا أعتقد أنه المغالطات موجودة ومبدأ الإثارة موجودة ويعني إثارة البلبلة في الوسط الرياضي موجودة. فلكن أرجع وأقول أنه النادي الأهلي نادي كبير ولا يمكن أنه خبر يؤثر عليه، واللاعبين هذول لاعبين محترفين ولاعبين كبار، فأتمنى إن شاء الله أنه يكون الطرح هو ما يعني يصب في مصلحة الأندية السعودية بصفة عامة، وكذلك تحري الدقة، يعني لأنه يجب أن نرتقي بطرحها. إذا كان واقعة حقيقية ما لا حرج أنها تكتب، ولكن إذا كان بس من باب الفتنة أو من باب التشويش فيجب أن نرتقي عما يحدث. طيب أبو سلطان، إلى أي مدى تتفق مع حديث الأمير عبد الرحمن سعد أو رأيه في صفحته الشخصية؟ أنت يمكن قلت في البداية أنه أنا تكلمت بالفيسبوك بصفحتي الخاصة عن هذا الموضوع. أنت قلت أنه رجعنا للوراء. أنا أقول أنه تصريح، كلامكم موفق. أنا الأمير عبد الرحمن أحبه ودائما ما أشيد فيه، وأقول أنه إضافة للرياضة السعودية، وهذا لهم من باب النفاق ولا باب الرياء، هذا صحيح وواقع ومن يوم كنت. ولكن الأمير عبد الرحمن رجل اللي عرفه أنا أنه مغيب القرآن، رجل يعني راعي طاعة، فبالتالي أنا أعتقد أن كلامه كان في نوع من الاستهزاء، كان في نوع من السخرية، وهذا لا يجوز من مسلم إلى مسلم. قالت أنه يروح يعني رشحه، ولو اقتصر، شوف لو اقتصر الأمير عبد الرحمن تصريحه بالإشادة بالحكم كان نقول يمكن معجب فيه وما شاف اللي شافه الناس، ضربة جزاء أو قرارات، لكن عندما قال أنه أطالب اللجنة بمعاقبة جماهير الهلال، هل هذا كله إنصاف يا سمو الأمير؟ فأنا يتحملني أبو فيصل المرة وأقول لا يا سمو الأمير، أنت لم تشهد في القحطاني، أنت استهزأت، وأنت ولم يكن الأول. يعني إذا ما تخلني الذاكرة أعتقد أنه مصلح مسلم رئيس نادي نجران بعد ما عوقب العام من قبل لجنة الانضباط، في المباراة اللي بعدها قال حكامنا أحسن حكام ولا في أفضل منهم ولا حنا بحاجة، وهذا واضح أنها نوع من السخرية. أنا ما راح أتكلم عن لجنة الانضباط وقراراتها، لأنه لو بفتحها في فرق بين السخرية والاستهزاء كلها لا اني استخير لا لا ما فيها فرق ابدا سعيد اخو مبارك اسمح لي، هذا مفهومي، خليني انا غلطان. طيب اذا صار مفهومك لا تقول الا ما في، انا هذا مفهومي. طيب انا ما قلت مفهوم ماده وجهي، انا اقول مفهوم عبد العزيز الدغيثر انه الاستهزاء والسخريه كلها بابها واحد، يعني ما في فرق اني اسخر منك او استهزي فيك، كلها واحد حسب رايك، هذا حسب نظرتي انا، قد اكون غلطان لما انا بقول لك كل كلامي صحيح، اقول طيب. هذا كلامي، خلني اكمل. طيب كمل. اقول لك الامير عبد الرحمن بن مساعد اخطا بتصريحه، لو انه طلع وقال ان الحكم سيء او قال لا تعليق،
لكن كلامه ومناشدته محاسبة جمهور الهلال والسخرية اللي شفناها منه اتجاه الحكم لا، لكن الغريب أنه هي ردة الفعل اللي من اللجنة، ما في شيء اسمه انذار، يا حاسبة يا غض النظر وبس. طيب عيسى، هل سخر الأمير عبد الرحمن بن مساعد من مطرف القحطاني ولا استهزأ فيها؟ عطنا تفسير. لا أنا أقول ماجد بعيد عن السخرية وبعيد عن الاستهزاء. أنا أسأل السؤال التالي. لا خليك شجاع وقل يا أبو عبد الله. لا بجاوب يا أبو السلطان حجاوب، ولكن هل لنا نحن البشر أن نتدخل في نوايا الغير؟ يعني إذا هذه مبنية يا أبو عبد الله، أنت تسمع، أنت قاعد تسمع واحد رئيس نادي متعادل فريقه يرشح الحكم السعودي إلى أن يحكم الديربي الإسباني، وتسمعه يقول ما احنا بحاجة الحكم أجنبي، وتسمعه يطالب بمعاقبة جمهوره. الله أكبر. يعني أنا واثق أنه لو مو بالأمير عبد الرحمن بيكون لك رأي، لو أنه مواطن مثل عبد العزيز الدغيثر بيكون لك رأي ثاني أبو عبد الله. لا أبو سلطان، أنا قلت لك يا أبو سلطان، لا خلينا نكون واضحين. لا خلينا نكون واضحين، إذا تبون الصراحة. لا مي بعملية لا مساعد أمير ولا مواطن ولا كذا. لو أنه غير عبد الرحمن بن مساعد كان شفت أراك لا عندنا الشجاعة على هذه الطاولة. أنا ما اتهمتك، أنا قلت أبو عبد الله، أنا قلت أبو عبد الله لو أن هذا، أنا قلت أبو عبد الله. سلطان تسوي إسقاطات؟ لا ما أسوي إسقاطات، أنا هذه وجهة. أنا أقول لك لو أن غير الأمير عبد الرحمن اختلفت آراء ناس واجد، أبو عبد الله وغير أبو عبد الله. طيب لو سمحت، أبو عبد الله وأبو سلطان وجميع المتابعين، يعني الموسم الماضي ليس ببعيد، العقوبات كانت على الأمير عبد الرحمن مساعد وعلى الأمير فيصل بن تركي وعلى بقية رؤساء الأندية وعلى الإداريين والفنيين، يعني العقوبات. لا احنا ما قلنا العقوبات الجميع. يا بندر فرق، وأنا ما قلت العقوبات، أنا أقول فيه البعض، وأنا ما عني أبو عبد الله، أنا أقول لك فيه البعض حديثه مردة الفعل لو كان غير الأمير عبد الرحمن مساعد كان اعترفوا انه استهزاء او استهتار. قبل شوي كنت تعني ابو عبد الله مصلح المسلم لما تحدث الكل بانه كان استهتار. انا قلت ابو عبد الله قلت له انا اتمنى انه اسمع رايك بحقيقه. لو ان الامير عبد الرحمن يعني الامير وليد بن بدر، لا نروح بعيد، الامير وليد وش قال بفعل فاعل صح ولا لا؟ قالوا يمكن يقصد المدرب، يمكن يقصد بعض اللاعبين، يقصد قام وضح قال الحكم صار انذار، بينما علي كميخ قبلها قالوا لا اتهام. شوف اذا انا ما ارجع انا ما اقيم عمل لجنه الانضباط، لجنه الانضباط قراراتها متناقضه، قراراتها متباينه، قراراتها غير مقنعه، وانا اطلقت عليها قرارات وش رايكم يا الربع وفي اكثر من مقال. ولكن طيب. انا اتكلم على اني انا عبد الغيثر كاعلامي يجب ان انا يكون تقييمي بغض النظر من هو الشخص، انا انتقد كلام وعمل لا انتقد الشخص. طيب. فيجب ان يكون يعني ما في محسوبيات بالامور. طيب. هذه طيب. بس سلطان تعلق بشكل سريع على توقيع عزيز للنصر. والله يعني الحلقة اللي ماضية قالوا انه في مفاوضات مع التعاون، وقلت يمكن انا انه التعاونين يعني اعتقد انه ما راح يوفقون بحكم ان اللاعب لا يرغب يمكن انه يطلع من منطقة الرياض. انا نفس عند كلامي لن اتغير حتى وهو ذهب للبيت النصراوي. يا خالد عزيز اذا كان سوف يستخدم نفس الاسلوب الذي استخدمه في الشباب وفي الهلال الاول، فانا اعتقد انه يعني ما راح يتوفق في النصر. اعتقد انه خالد عزيز استوعب الدرس جيد، واعتقد انه يعني اتمنى انه يتوفق، اتمنى انه يغير الصوره، اتمنى انه يخالف كلامنا ويعكس كلامنا وينضبط ونشوفه نجم. هو يعني اتمنى انا شخصيا خالد عزيز يرجع للمنتخب من خلال نادي النصر، فهي فرصه اليوم يا خالد عزيز اذا تسمعني الان، انت يعني سجلت فشل ذريع في احترافك في الشباب، اثبت من خلال نادي النصر انك قادر انك تعود، اثبت انه انك ما انت بصفقه خاصه لنادي النصر، واتمنى ان شاء الله اني اول من يصفق لك مع فريقك الجديد نادي النصر. تغيرت اللغه عند ابو سلطان. ذاك اليوم كانت لغته حاده، توني بقول التعاون وجه رساله لرئيس التعاون محمد السراج وش تبون فيه ومدري ايش. دقيقه لا ابو سلطان لا تدخل غيرون. دقيقه ذاك اليوم تقولون انتم اللي انتم انتم اللي تغيرون كلام الواحد، ذاك اليوم تقولون انه محمد السراح يفاوضه او يبي يفاوضه اخبار، اليوم الرجال وقع، اقول لا تفاوضونه؟ الرجال وقع انتهى. الان الناشط اللاعب انه ينضبط الاداره النصر يرجع، بس كنك قدمت له نصيحه وكنك اي طبعا لازم اقدم له، اليوم وقع انتهى. ذاك اليوم مشكلته
أنا قد كلامي ذاك. لو قلت أنتم إنه نادي النصر يفاوض عزيز ما سمعت ذا تو تقول تقول اسمع تقول إذا فات الفوت ما ينفع الصوت يا بندر. الرجال وقع ولا لا؟ طيب وقع. طيب إذا وقع إيش تبي؟ تبي أقول يا نادي النصر لا تفاوضونه؟ طيب أنت وقع. أبو سلطان تقول لعيسى الجوكم لو أن مو بالأمير عبد الرحمن مساعد كان تغيرت اللغة. نعم. الحين لو أن خالد عزيز وقع غير النصر وقع ما أقول لك. لا تغيرت اللغة ولا لا؟ لا ميم تغيرة. أنا لغتي ما تغيرت. أنا أسلوب الطرح عندي تغير لأنه في فرق بين يفاوضون وفي فرق إنه يوقع. قال أبو تركي إنه كبير المعدين الأخ فهد قال وقع. إذا وقع ما عاد فيه ينفع أن يقول لإدارة نادي النصر ليش توقعوا معه، هذا كان له فترة يعني هذا. وبعدين شوف بقول لك شيء واحد، أنا كنت ميقن يوم إني أتحدث إنه خالد عزيز ما راح للقصيم، خالد عزيز عارف عنده ارتباطات اجتماعية ولا يمكن يطلع من الرياض، لكن نادي النصر ممكن إنه. لكن السؤال أنا اللي نزلت هذا يعني نادي الشباب برضه في الرياض، ونادي الشباب نموذجي، وش اللي سواه خالد عزيز في نادي الشباب أتمنى ما يسوي في نادي النصر. إلى الآن أقول أتمنى، وقلتها بأثناء حديثي فترة الوجيزة الفاشلة في نادي الشباب أرجو أن لا يكررها. أنا مو برضه أصدقائي اللي يغير كلامه أو يغير أسلوبه، ولكن حنا نواكب الأحداث. أبو سلطان لك تعليق. طبيب نفسي يقول الأهلاويين ترى الهلاليين يعيشون أوضاع نفسية خطيرة. حول ولا قوة إلا بالله، عايشين بشهر. لا بس قبل ما أبدأ أنا جاتني رسالة حقيقة من رجل أحترمه كثيرا، ويقول يعني إنه أنت قلت إن الأمير عبد الرحمن مغيب القرآن وحافظه بينهم فرق. أنا أكثر من مرة قلت على هالطاولة وأكثر الطاولة نتكلم بلغة المجتمع، بلغة البيت، بلغة الشارع، اللغة الطبيعية. وأنا أعتقد إنه مغيب مفهوم قصدي إنه مو بغيب القرآن يعني بعد القرآن، غيب القرآن نحافظه، فالناس تفهم إنه عبد العزيز غيثر يتكلم اللغة البسيطة. طيب قبل ما بالنسبة. تقول يفهم اللغة البسيطة وذا عمر المهنة يقول والله مقدي فيك أبو السلطان، مبسوط أبو عبد العزيز على أبو عبد العزيز شغال علي. والله يا أبو عبد العزيز كانك تسمعنا عسانا نسلم. ماجد من يقدره؟ ماجد ما شاء الله إعلامي وصحفي وقبلنا ورجل متمرس. لو أنك ذاك اليوم في الحلقة تقول ندغيت نظر الكاميرا وين تبي نظر السقف هنقول مهبول. أكيد حاطين قدامي 6 كاميرات وين تبي نظر يا ماجد يا بندر عشان المشاهدين ما يقولون طلعنا بعيد. صرت مذيع أنا، وش رأيك؟ هذه رسالة أمير تركي بن سلطان، أجي هنا بعد ما تقاعد، بس والله بينتظروني توي صغير باقي لي سنين. وين تجي بعكازي أبو سلطان؟ عموما شف والله شف يعني من خلال خبره انا اعتقد انه هذه امور اذا صحت شف ما ندري عمليه طبيب نفسي. لاعبين نادي الاهلي اليوم لاعبين محترفين، والان احنا في زمن الاحتراف. قل يجي واحد لديه الفكر المعنوي اللي يرفع من معنويات اللاعبين، اللي يعني يشد من الهمم لديهم، اللي يعطيهم الحافز. أما عملية أنه طبيب نفسي ويحذر أن لاعبنا الهلال نفسيين وهذا، أنا أعتقد أنه الرياضة أعلى. صح أنه العامل النفسي له دور، المعنوي له دور، لكن الأهلي اليوم شفت ترى بقول لك شيء، ترى كل ذي هذه مرت علينا وجربناها. ترى في فرق أبو سلطان، بس عشان تكون الصورة واضحة، في فرق بين طبيب نفسي وفي فرق بين تقول أخصائي نفسي. أنا عارف بس كلها شوف كل هذا الكلام إذا اللي موجود في الأندية أخصائي نفسي، هم ما فيها في الأندية، هم يجيبون بالساعة. أوكي، وأنا حتى أنا كنت غالين يا أبو سلطان، غالين بالساعة. أنا قبل 3 أسابيع أو 4 كنت في دورة في جدة في عملي عند واحد دكتور بدون ما أقول اسمه يعطي للأندية، وقال إنه راح لعدة أندية بدون ما أذكر اسمها. شوف ترى كل ذا الكلام وأنا مسؤول عن هالكلام، كل ذا الكلام يروح ويطلع إذا نزلوا اللاعبين. إذا نزلوا جاء عمل المدربين والأمور الفنية وإمكانية اللاعبين. يعني ما تعترف بالعمل النفسي. بعدين العامل النفسي النادي الفريق في الحضيض، فريق قاعد ما يفوز، فريق نادي الأهلي ما شاء الله متصدر، نادي الأهلي لم يهزم إلا مباراة واحدة، النادي الأهلي هو الفريق المقنع. يعني لاعبينهم لاعبين نادي الأهلي نفسياتهم ومعنياتهم مرتفعة من دون هذا الإخصائي. لكن الغريبة ومن حقهم يعني إذا هم يرون الإدارة
وطبعا تعرف احنا الامير فهد بن خالد بعض الانديه تجيب مشايخ برضو وتجيب مشايخ وتجيب وفي ناس اللي يجيبون يخلوك توطي على نار وهذا نعتبر انه نوع من انواع البدعه يحطون جمر يقولون وط عليه وين مهبول تنفخ رجلين اللاعبين والله ما توصل كذا والله طيب صارت خلينا نقفل ذا الموضوع لكن اشوف لا بس خليني بقول لك لا نقفل لين نشوف عيسى ما تضحك الله يجعل دي دائما يا مضحك شوف بس انه لاعبين الهلال يقول لك يعيشون أوضاع خطيرة ليش يا أخي أنا ما أنا داخل البيت الهلالي ولا أتحدث باسم الهلالي ليش يعني أحمد الفريدي سوى ذا الرسالة ذا انتهوا العالم صاروا كلهم يعيشون أوضاع نفسية أو راح العربي والهرماس صار معه في الهلال لاعبين خلي الهلال فريق كبير ويجب أن يحترم ويجب أن بالعكس يا أخي يكفي هيبة نادي صحيح ناقص لاعبين الأجانب مو بالمستوى يمكن عنده لاعبين يعني فقد لاعبين كبار مثل ويلهامسون مثل رادوي لكن مثل خالد عزيز خلنا اليوم نمدح لأنه في النصر لكن لا يا جماعة الخير ما نقول نادي الهلال نادي كبير ذب ولا تمرير يا ابو سلطان سم تمدح لنا في النصر والله لاعب منتخب وحبه يعلم الله شوف يشهد عليه ربي اللي حبه وانه لاعب كبير لكن هو ما منح نفسه انه يستمر ولكن نتمنى التوفيق عموما نادي الهلال نادي كبير ونادي لا يعتمد على لاعب او لاعبين معينه ويكفي هيبه نادي وانت قلتها قبل ننتظر كلاسيكو رائع كلاسيكو يعكس مدى يعني ما يحفظ لنا مال الوجه في الكره السعوديه وسلطان ارجع كمل عن ويلهامسون مثل ما تبي يلا بس ودي ارد على اخوي ابو عبد الله بالنسبه للطبيب او العامل النفسي أقول إنه الأندية اللي في المقدمة ومتصدر الدوري مثل النادي الأهلي أعتقد إنه تصدره وتزعمه حتى للدوري السعودي هو أكبر عامل وأكبر حافز إنهم يتجاوزون الهلال إذا ما يعني أرادوا لاعبين النادي الأهلي. بالنسبة لويلهامسون شوف يعني رحم الله امرئ عرف قدر نفسه أنا لا استمطلع على أنظمة الاتحاد الآسيوي هذه أنظمة قارية ليست أنظمة داخلية. اللاعب جاي من دولة مجاورة جاي من دوري قطري جاي من دوري نجوم قطر وهو تحت مظلة الاتحاد الآسيوي ماذا يقول يعني احنا نشكر هذا التميز الإرسال للأخ فهد والحقيقة أخبار أول بأول لكن السؤال هل اللاعب وقع للهلال وأصبح تحت مظلة الاتحاد السعودي فبالتالي هل للاتحاد القطري أو النادي القطري إيقافه إذا كان لا زال تحت مظلة الاتحاد القطري ولا بعد يعني انتهت أموره أو وقع مخالصة وأنه جاي هنا يعني كيدخل الأجواء الهلالية من جديد وأنه لم تنتهي الأمور وقفوه هل النظام قد يكون هناك فقرة أنه لا يجوز أن يوقع مع نادي آخر أو لا يوقع مخالصة حتى تنتهي العقوبة أنا ما أعرف ماذا يأتي في النظام لا أستطيع نفتي لكن لما تجي الأمور متضاربة يقول لك لاعب يقول ما لها علاقة ولا ترحل واحد يقول لك أنه إذا كان في دولة مجاورة أو في دولي مجاور أو تحت نفس مظلة يعني طيب أبو سلطان بقدم لك سؤال بطريقة مختلفة أسلم. لو أي لاعب كان في أي دوري كان تم شطبه أو إيقافه كويس يقدر يروح يلعب في مكان ثاني ما يقدر يروح يلعب فالإيقاف يجي على البطاقة اللي هي البطاقة اللي تخول لك اللعب وهي دائما مصدرها الاتحاد الدولي لكرة القدم. أوكي أنت رجعت نفس سؤالي البطاقة هي لدى الاتحاد السعودي ولا الاتحاد القطري؟ الرجال من البطاقة في النهاية في الفيفا البطاقة لا لا الكرنيه حقه وينه؟ هل أرسل؟ لازم يرسل الكرنيه حقه. العقوبة تجي على البطاقة. طيب والبطاقه الان من هي تحت مظله الاتحاد السعودي ولا القطري هو اصبح لاعب هلالي الان خلاص رجع كان معار ورجع للهلال لا 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 شوف علشان انا اقول لك انا الحين انا اذكر انه في تصريح لحد مسؤولين النادي الاهلي في قطر الاسبوع الماضي يقول لك ويلهامسون ذاهب للهلال ولكن لا يستطيع اللعب الا بعد 16 يوم اذا تتذكرون حتى هنا في الصحف السعوديه في معظم الصحف السعوديه ماذا يقصد يمكن الرجال ما بعد وقع للهلال انا اتمنى الان انه الاخ عبد الكريم الجاسر ابو يزيد الله يذكره بالخير المتحدث الرسمي ورئيس المركز الاعلامي هو ما وصلهم شيء او هذا لا 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 يعلمنا اللاعب وقع يعني الان يقول لك عزيز وقع للنصر زين هل هو وقع ولا لا يا جماعه ما حد يدري هل جابت احد الصحافه انه ذهب للاتحاد السعودي ووقع هل انتقل بالصفه الرسميه فانا يا ماجد ما اقدر افتي ولا ما ادري طيب خلينا لكن شوف اتمنى انه نادي الهلال لا يلعب اللاعب
إلا بعد ما يتأكد عشان لا نرجع للماضي إلى الموسم الماضي. مشكلة الشباب والأهلي. مشكلة الشباب والأهلي وعاد وتعرف الهلال مو بالشباب والأهلي، الهلال ما شاء الله سطوته قوية إعلاميا. أبو سلطان الصقري إيش تقول عنه؟ والله شوف يعني الصقري لاعب كبير ولاعب منتخب ولاعب يعني أدى طوال سنوات كثيرة، وهو زي ما تفضل أخوي أبو عبد الله من عائلة كروية، ولكن للأمانة هذه مشكلتنا في الأندية السعودية هي العقلية الإدارية، أنه عندما اللاعب يعطي ويعطي ويعطي ويجي في أيام الأخيرة نبدأ يعني نقلل من وجوده اتهامات، يعني إذا كان اللاعب فعلاً انتهى عمره الافتراضي ولا أصبح يؤدي فنيا في الملعب يجب أن يعني ينهى عقده بكل، أما أنه يطلع المدرب يقول ادي على الإصابة بعد ذي العمر وأنه كذا، حتى لو كان صحيح مو بالمفترض أنه يقال. يعني في الأندية ما كل ما يعرفه يقال، في الأندية أسرار كثيرة، في أشياء كثيرة. أنا لا أتهم اللاعب أو هو أو غيره أنهم يدعون الإصابة وهم مصابة، لكن أنا أعتقد أنه لاعب أمضى أكثر من 15 عام في الملاعب في آخر أيامه يدعي على الإصابة، بالعكس تلقاه حريص على المشاركة أكثر من أول. ولكن حنا تكلمنا عن هذا الموضوع عن نادي الاتحاد وكبر لاعبينه وإصابة محمد نور الأربعاء الماضي من خلال هذه الطاولة، وقلنا أنه الاتهامات دائما يعني يجب أنه ما يكون فيه عبر وسائل الإعلام اتهام لا من المدرب، هي حلقة متواصلة المدرب والطبيب والجهاز الإداري، وكل شيء ممكن أنه يتم حله أو إنهاء الترابط بينهم في أو علاقتهم يعني من داخل البيت. نعم. الاتحاد وغيره. أما أنه يطلع المدرب زي ما قال أبو عبد الله ويتكلم يقول أنه يدعون الإصابة ويتهم الصقري مباشرة، أنا أعتقد أنه مسؤولية على اللواء العزيز من داخل بأنه يعني يجمع توهج هذا المدرب الذي أطلق لسانه أول ما جاء وصار يتهم اللاعبين، حتى لو صار صحيح مو بيتهم صحيح ما يجب أن يقوله عبر الإعلام. طيب أبو سلطان كيف تعلق؟ والله ما أدري أنا وش نادي الشباب، يعني إذا صحت الأخبار بيرحل وراح لمس السعران وقبله عبدو عطيف وقبله يعني فرغوا نادي الشباب من نجومه، ما يصير الكلام هذا. طلع على السطح انه عبد عطيه انه بس ماشي كويس ما تاثر انه عبد الله شيل. شوف انا اقول لك كان في تداول اعلامي وقوي انه في مقايضه مع نواف العابد من الهلال، خلينا نكون واقعيين زين، لكن عبد الله شيل اللي صحت الاخبار انه موقف 20-24 مليون مع نادي الشباب، اعتقد ما راح يجد هالمبلغ في نادي غير نادي الشباب. ولكن اعتقد مع عمليه الحسومات نرجع ونقول ان اللاعب المحترف موظف في كل دقيقه، وهذا العمل الصحيح في لائحه. طيب ابو سلطان لما عبد الله العضيبي التقى خالد البلطان، ما ادري اي المباريات بس شفت اللقاء بعد المباراه لما التقى وساله على موضوع نايف القاضي وعمر الغامدي تحديدا قال له ثق تماما اي لاعب نبغاه يبقى حنجدد له، اي لاعب يعني واضح انه السعران هم ما يبونه، عبده ما يبونه، وبالتالي خلاص هو. وزي ما قال بندر قبل شوي الفريق قاعد يمشي والفريق عنده نجوم ثقال صراحه قاعدين يشيلون الفريق. هذا صحيح، لكن بعد لا تنسى انه قال في يوم من الايام اللي يبيع عيال عطيف يلقاهم بالبلاي ستيشن، والان عيال عطيف واحد في الرايد واحد في الاتحاد، ما كل ما يقوله خالد البلطان صحيح. ابو سلطان استغفر الله معليش ابيك تعلق على هذا الموضوع لانه يستحق التعليق. واحد يجي يطر من الناس يقول انا عبد الله الدوخي اخو احمد الدوخي والدتنا مريضه اعطونا فلوس، نقول نسأل الله الهدايه اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يعني الى هالدرجه ويستغل اسم لاعب مشهور يعني او شخصيه مشهوره ويتوسل، يعني انا اعتقد انه هذا عمل دني والانسان يعني ندعي له بالهدايه يعني اكثر كذا، يمكن بحث ما حد يعرفه يعني. لكن انا اتمنى من ان انا يعني وجهاء المجتمع او القادرين اللي يجيهم واحد ينتحل شخصيه وغير معروف، اذا كانوا فعلا يسعون للخير يقولون خله هو يجي، إذا فعلا يعني أنا ما أتكلم على أحمد الدوخي لأنه بصراحة فيه ضعف نفوس، ولكن الحمد لله إحنا بلد خير وبلد يعني حتى لو إن أم والدة أحمد الدوخي طبعا إن شاء الله يكشف كل من يكشف يقوم أو لا وغير كذا، يعني الحمد لله يعني للأمانة إحنا في بلد يعني أي والدة أي واحد أي مواطن عندنا مستشفيات مجمعات اللي ما يتعالج هنا الدولة تبعثه برا، فلو كان مثلا قال احنا بحاجة البيت بحاجة لكن مريضة تعبانة نبي نعالجها، أعتقد أنه يجب أن يكون فيه حس عند اللي يجي هذا، وبعدين يجي يقول أنا أخو فلان ورا فلان ما يجي صح ولا لا صحيح. لكن أنا أقول يعني هذا لناس يجب أن ما نعتبرهم قدوة ونعتبرهم أنهم نموذج للمواطن أو الشاب السعودي. جميل. هذا الأمر نفس
الفارسيين ونسأل الله لهم طيب. الحماية والعافية. طيب أبو سلطان يعني سعداء بوجودك. واحد يقول لي يقول على موضوع البلاي ستيشن وان البلطان قال اللي يبيهم يلقاهم في البلاي ستيشن، يقول لو البلطان يبغى عطيف ويبغى أخوه ما كان خلاهم يروحون. والله يمكن عنده نوع من الحق، لكن احنا نتكلم على ما سمعنا وعلى اللي قاعد يحصل. يعني الأخ خالد البلطان الأخ العزيز قال انه اللي يبيع عيال لطيف ويمكن اقل من سنة نشدهم، قال لي يلقاهم في البلاي ستيشن، لا نجد اثنين منهم ونجد اثنين منهم يهددون او يريدون الذهاب الى الدوري البرتغالي كما سمعت. فاعتقد انه يعني ما كل ما يقال او كل ما يعني يتحدث برئيس النادي يصير، يعني تاتي الرياح بما لا تشتهي السفن. في الاخير انا اقول شكرا لتوجيه الدعوه في المره الثانيه في اقل من اسبوع، يعني الاربعاء اللي راح والثلاثاء، وهذا من لطفكم ومن حرصكم ومن أقدره. وأكرر لجميع المشاهدين وعبد العزيز الدغيثر عندما يأتي على هذه الطاولة أي طاولة أخرى يتكلم باللغة، ولا يلقي محاضرة في إحدى الكليات باللغة العربية، أتكلم باللغة عندما أقول يحفظ طيب ويغيب حضورك لمدة 4 مرات في الشهر بس على هالطاولة. والله يشرفني، ولكن أنا مرتبط مع الدوري والقناة الدوري والكاس في قطر، أحيانا عندي تعاون مع الام بي سي، فإذا أنا بطلع في الأسبوع 3-4 مرات في قنوات أعتقد الناس حتمل عبد العزيز الدغيثر، وله ما لا يوجد في الساحة عبد العزيز الدغيثر. يعني في أكثر من إعلامي، في أكثر من ناس أكثر مني يمكن مقدرة. نعم. فأنا أشكر هذا الحرص، وبنفس الوقت أعتذر لمن لم أستطع أن أحقق.